بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، انطلاقة مستمرة أشواطنا. تنطلق هناك مع الشوط الأول الصعوب الجعدان، نسير مباشرة مع المركز الأول والانطلاق. هناك شاهين محمد بن سعيد المالكي مع المركز الأول، المركز الثاني التواجد من ظبيان سعيد بن علي الوهيبي مع المركز الثاني، والمركز الثالث الرياض علي بن سعيد المالكي مع رياض على المركز الثالث، والمركز الرابع الوصول من جلاد أيضا هناك محمد بن بدر المالكي. هذه النتيجة للأربعة المراكز، وخامس المراكز يتواجد شاهين محمد بن الحميد الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، عودة إلى صدارة هذا الشوط إلى الانطلاق مع المركز الأول اللي انطلق هناك مع أيضا هناك ظبيان سعيد بن علي الوهيبي، انطلق نحو المركز الأول منطلق نحو الناموس والتحدي مع أيضا الشوط الجعدان الأول. لكن هناك الأسماء بدأت تتقدم هناك بالشعارات القادمة، القادم جلاد محمد بن بدر المالكي، ولكن القادم أيضا هناك شاهين محمد بن سعيد المالكي اللي ينطلق مع المركز الثاني. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، راح مع الصدارة مع المركز الأول ظبيان اللي طار مع الأجواء الصدارة، أيضا سعيد بن علي الوهيبي متابعة حمد بن سليم بشعاره المميز. أشكرك يا أبو سلام على هذا الإبداع الجميل المميز، تهانينا والناموس لك يا أبو شهاب على هذا الإبداع. المركز الثاني كان هناك أيضا شاهين، أيضا محمد بن سعيد المالكي المركز الثالث، أيضا جلاد محمد بن بدر المالكي. توقيت الزمن دقيقتين دقيقة و44 50 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.